يوم تاريخي احتفلت فيه الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك بإطفاء الشمعة الأولى على تأسيسها بإقامة حفل ضم جميع العاملين في الشركة من قياديين وموظفين، في وقت أكد فيه الرئيس التنفيذي على وصول نسبة الكويتيين في الشركة لأكثر من 90%، مهنئا جميع أفراد عائلة كيبك بهذه الذكرى السنوية. وصلنا إلى عدد أعتقد مميز بعدد الموظفين كيبك، وصلنا إلى رقم تقريبا 700 موظف من خيرة موظفين القطاع النفطي وهم من حديثي التخرج، ونسبة التكويت فيه تقريبا وصلنا إلى 93%. العدد اللي وصلنا له اليوم أعتقد هذا إنجاز كبير، وبالإضافة لأنهم من خيرة الشباب والشابات الكويتيات اللي يتمتعون مهنية عالية وقدرات فنية عالية وحتى حب للتعلم والتطور. نبارك لأسرة كيبك على مضي سنة من تأسيسها، وحقيقة شيء يدعو للفخر، وإن شاء الله مزيد من النجاحات بجهود الأخوان كلهم، ونتمنى إن شاء الله أيضا نحتفل في الاكسكيوشن إن شاء الله والأبريشن لما يصير الأبريشن إن شاء الله، وتشتغل المصفاة وجميع المنشآت إن شاء الله. الاحتفالية التي شهدت إطلاق الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك تكريم عدد من الموظفين بدت فيها مشاعر الفرحة واضحة على محيى الحاضرين الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة بتواجدهم في كيبك وأنهم جزء من كيان هذا الصرح العملاقي. أقول مبروك لجميع الموظفين ولدولة الكويت على المشروع الكبير الضخم، وأتمنى أن إحنا ننجز المشروع في الوقت المحدد ونشغله في يعني بأمن وسلامة بإذن الله. صراحة شعور السعادة، وخصوصا أن هي شركة جديدة ولها مستقبل كبير يعني بالعالم، ولها دور كبير راح تكون في العالم والتصدير. خلال مدة قصيرة أثبتت كيبك أنها إحدى أكبر الشركات الداعمة للشباب الكويتي الطموح عبر الفرص الوظيفية، ممثلة رافدا حقيقيا لدعم الاقتصاد الوطني وسط مستقبل مشرق للصناعة البترولية المحلية والعالمية.